عموما المشاهدين خلينا نروح لمقطع ثاني نستعرضه معاكم، وهو لمعتمر عراقي عبر من خلال هذا الفيديو عن مشاعره بعد أن تعرض لموقف فور وصوله إلى المملكة. كان الموقف أنه نسي محفظته وفيها فلوس وفيها أوراق السفر وفيها أشياء كثير بعد ما أتعدى تقريبا 50 كيلو، تذكرها. ولكن فوجئ في أحد من الشباب السعوديين اللي قالوا اطمن، إذا ما لقيت أغراضك راح نوقف جنبك وراح تاخذ هذا المبلغ. خلونا نشوف هذا الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. اخوان، ترى اليوم موقف اللي سواه وياي علي خلف الذايدي يعني موقف مو هين ابد 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 ابد، ما صاير يعني انا ما شايفه بالعراق كله، بالعراق يمكن ما قليل صاير، قليل العراق هم هالغيره وهالنخوه، بس انتم سبقتونا، انتم اهل الغيره وانتم اهل النخوه وانتم ها. علي اليوم موقفه وياي، عمي اجيت اني انا معتمد اجيب معتمرين البيت الله، وضيعت الجنطه مالتي بها 4500 دولار وبها مستمسكات مال السفر مال المعتمرين، ونسيتها يما بالموبايلات اللي بجريده عرعر، وجيت وجزيت حوالي 50 كيلو، جزينا عرعر و50 كيلو وتذكرتها، وما ماكو يعني اغمى علي الا شويه، فاجيت وجيت لقيت علي بالمفرزه وجابنا علي منك وقال لي اطمئن 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 يا اخ، والله حتى اذا ما اعطوك اذا ما لقيت انا اعطيك اياه يعني من جيبي يقول انا اعطيك اياه. يعني هذا اللي دائما احنا نقوله ونرجع ناكد عليه، انه المملكه العربيه السعوديه معروفه بامنها وامانها. من ضمن اهم مستهدفات وزاره الدفاع وزاره الداخليه تحديدا انها تجعل هذا المكان امن لضيوف الرحمن، من حجاج، من معتمرين، من غيرهم. بمجرد ما يجي شخص غريب من برا يعرف أنه هو في مأمن، فهذا هو الهدف الأساسي وهذا هو الهدف الأسمى. طبعا بالإضافة إلى ذلك، لو نتكلم على ثقافتنا إحنا كسعوديين، دائما عندنا الشعور بالإنسان، دائما عندنا الشعور بالأخ بالأخوة، عندنا النخوة، عندنا الشهامة، عندنا المواقف الرجولية. يا رب أدمها علينا نعمة.